السلام عليكم. حلقة النهاردة يا جماعة هنتكلم عن فيتامين مهم جدا في جسمنا وهو فيتامين بي 12. هنعرف ايه هي اهمية فيتامين بي 12 في جسمنا، ايه هي العلامات او الاعراض اللي بتدل على نقص فيتامين بي 12، مين هم اكتر الناس عرضة للاصابة بنقص فيتامين بي 12، ايه هي مصادر فيتامين بي 12 من الطبيعة وطرق العلاج الصحيحة لتعويض نقص فيتامين بي 12. فيتامين بي 12 مهم جدا للجسم يا جماعة، لكن الجسم ما بيقدرش ان هو ينتجه، يتم توفيره في الجسم عن طريق الطعام او المكملات الغذائية. فيتامين بي 12 ليه وظائف كتيرة، اهمها الحفاظ على صحة الجهاز العصبي والاعصاب، تصنيع خلايا الدم الحمراء، مساعدة الجسم في انتاج الطاقة. طبعا في علامات او اعراض بتدل على نقص فيتامين بي 12، اهمها الاحساس بالوغز او التنميل، لان فيتامين بي 12 بيكون الميلين شيث، ودي تعتبر غلاف للاعصاب، بتعمل على تسريع سرعة توصيل الاعصاب، وبالتالي الاعصاب بتقوم بوظائفها بطريقة سليمة، وبالتالي ما حسش بالتنميل او الوغز. الناس اللي عندها التهابات مستمرة في اللسان، الناس اللي عندها ضيق في التنفس، الناس اللي عندها شحوب في البشرة او تغيير في لون الجلد بسبب نقص كرات الدم الحمراء، كبار السن اللي عندهم ضعف في الرؤية بسبب احتلال العصب البصري، الناس اللي عندها اكتئاب، الناس اللي بتحس بالتعب والارهاق على طول رغم ان هم بيناموا نوم سليم، بيناموا 8 ساعات في اليوم ورغم كده بيكونوا مرهقين، الناس اللي بتحس بالدوار او الدوخة وخاصة لما يجلس بسرعة او يقف بسرعة، كل الحاجات دي بتدل على نقص فيتامين بي 12. اكتر الناس عرضة للاصابة بنقص فيتامين بي 12 يا جماعة هم الاشخاص النباتيين والناس اللي عندهم مشاكل في المعدة، زي التهابات المعدة او قرحة المعدة، الناس اللي عاملة عمليات في المعدة، عمليات جراحية في المعدة، مرضى السكر وخاصة مرضى السكر اللي بتناولوا ادوية بتحتوي على مادة الميتفورمين زي ادوية السيدوفاج والجلوكوفاج والديافاج، طبعا المادة دي بتأثر على امتصاص فيتامين بي 12. مصادر فيتامين بي 12 يا جماعة موجودة في اللحوم الحمراء والكبدة والأسماك واللبن والبيض. طبعا الجرعة اليومية من فيتامين بي 12 هي 2.4 ميكروغرام، ودي موجودة في ما يعادل 200 جرام من اللحوم، بس طبعا ال 200 جرام من اللحوم مش كلهم فيتامين بي 12، طبعا هتلاقي فيهم نسبة دهون وكوليسترول، فطبعا انا كده ممكن ادخل في مشاكل صحية تانية بسبب الكوليسترول والدهون دول، زي امراض الضغط وامراض القلب. فطبعا اسلم طريقة لتعويض نقص فيتامين بي 12 هي عن طريق المكملات الغذائية. طبعا وكل شخص عن حسب حالته، الناس اللي عندها مشاكل في الامتصاص او كده موجود في الصيدليات حقن كتير بتحتوي على فيتامين بي 12، اكيد كلنا عارفينها، زي الديبوفيت بي 12 والبايوفيت والنيوروفيت والنيوروتون وبايوفيت، كل الحاجات دي بتحتوي على فيتامين بي 12. طبعا الناس اللي ما عندهاش مشاكل في الامتصاص او وعاوزه تتناول اقراص وتكون سريعه عشان تعوض نقص فيتامين بي 12، في اقراص كويسه جدا موجوده في السوق من زمان اسمها دلتا فيت بي 12. دي جرعتها قرص واحد بس في اليوم، قرص تحت اللسان، مفعولها سريع جدا يا جماعه، هتعوضني عن نقص فيتامين بي 12 طبعا من غير ما اخش في مشاكل الدهون والكوليسترول بتاعت اللحوم وكده. يا ريت يكون الفيديو عجبكم، يا ريت نشير الفيديو في كل جروباتنا عشان الناس كلها تستفيد. شفانا الله وعافانا من كل الامراض، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.